هذا المؤتمر الثالث الوطني ديال الطب الشرعي اللي كيعرف المشاركه ديال مجموعه ديال الخبراء اطباء قضاة محامون حقوقيون وكذا ممثلي المؤسسات الرسميه سواء وزاره العدل رئاسه النيابه العامه وزاره الصحه المجلس الوطني لحقوق الانسان المندوبيه الوجاريه لحقوق الانسان وكذا الاداره العامه ديال الامن الوطني. هذا اللقاء العلمي الهام اللي كتعرفوا بلادنا كيأتي في اطار الندوات العلميه اللي كتقوم بها الجمعيه المغربيه للطب الشرعي، وبالتالي فاحنا في هذا اللقاء كنسلطوا الضوء على مجموعه ديال المواضيع اللي عندها رهينيه. اولا الطب الشرعي والفحص الاشعاعي اللي هو موضوع مهم اللي من خلاله كنسعوا باش اننا نطوروا المجال ديال الطب الشرعي في بلادنا. الموضوع الثاني وهو الطب الشرعي ومجال ومكافحه التجار بالبشر اللي غيعرف المشاركه ديال مجموعه ديال الخبراء في هذا المجال. والموضوع الثالث هو العنف ضد النساء اللي كذلك هو موضوع اللي كيثير الاهتمام ديالنا كجمعيه عالمه. هي مواضيع اولا فيما يخص الطب الشرعي والطب الاشعاعي وكذا جريمه التجار بالبشر، هما مواضيع علميه ذات اهميه بالنسبه للطبيب الشرعي فيما يخص مجالات الرصد. بالنسبه للعنف ضد النساء اخترنا اننا نناقشوا هذا الموضوع من خلال الجانب المؤسساتي وضروره التنسيق بين كاع المتدخلين في هذا المجال سواء المتدخلين بالنسبه لوزاره الصحه، متدخلين ديال الوزاره ديال وزاره ديال النيابه العامه وكذا المؤسسات الاخرى كالمجتمع المدني كذلك ومؤسسات المجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوبيه الوزاريه لحقوق الانسان. وبالتالي فهذه اللقاءات من شأنها انها تخرج بخلاصات اللي غتزيد من الاهميه ديال التنسيق بين هذه المؤسسات من اجل انه يكون التحمل والتكفل بالنساء ضحايا العنف يتم في اعلى المستويات. اليوم نحضر في المؤتمر الثالث الوطني للطب الشرعي الجمعيه المغربيه للطب الشرعي. هو المؤتمر هذا بدا البارح بورشه تكوينيه في علوم الانثروبولوجيا وباش نكملوا الاعمال نتاعنا اليوم وغدوه في شتى الميادين، حقوق الانسان، الطب الشرعي، الانثروبولوجيا، اخلاقيات الاختبار الطبي الى غير ذلك. يندرج المؤتمر هذا في نطاق التعاون ولا كوبيراسيون بين البلدان المغربيه وتونس المغرب وبلدان اخرى. الكثير من الاطباء الشرعيين القدماء والجدد من تلامذتنا الى غير ذلك، بكل واحد معناها نحضر هنا بكل حب وامتنان للمغرب الشقيقه. انا استاذ في الطب الشرعي واستاذ تونسي، ساهمت في تكوين العديد من الاطباء، برسك الاطباء الشرعيين المغاربه الكل تعداوا في تكوين معايا. حاجه ممتازه جدا، نشكر زملائي وتلامذتي اللي هما اليوم يشاركوا في النهوض بالطب الشرعي في المغرب لكن في البلدان الكل، مع العلم ان فما سي سي ار اللي هي منظمه دوليه للاغاثه الى غير ذلك اللي هي مساهمه، وهنا فما ورشات تكوينيه اللي هي باش معناها باش تنكب على تكوين اطباء شرعيين شبان وحتى قدماء لما معناها باش يساروا التقدم العلوم الطب الشرعي في بلداننا. هذا هو، نتمنى كل التوفيق زملائنا المغاربه والمغرب العربي بصفه عامه، واحنا في كل وقت بحذا بعضنا. المغاربه يزورونا في تونس واحنا في تونس نجيو للمغرب معنا اخوان وزملاء، وهذا كيفاش باش نساهموا في تقدم الطب الشرعي والعلوم الطبيه الشرعيه بصفه عامه.